20 دقيقة مع الرئيس، برنامج يناقش إكراهات وإنجازات رؤساء جماعات حزب العدالة والتنمية، على إذاعتكم الرقمية بيجي دي راديو رفقة محمد بن عبو. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي 20 دقيقة مع الرئيس. كنذكركم أن هدف البرنامج هو تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمكاسب التي حققها مسيرو المجالس البلدية والجماعات التابعون لحزب العدالة والتنمية، وكذلك نحاول رصد مجموعة من الإكراهات التي تواجه رؤساء هذه المصالح. بعد ما حصل حزب العدالة والتنمية بمدينة تازة على المرتبة الأولى في استحقاق الرابع من شتنبر بعشرة مقاعد، تمكن حزب من الحصول على رئاسة الجامعة الحضرية لمدينة تازة بفوز وكيل لائحة المصباح بالمدينة برئاسة المجلس وحصوله على 21 صوت من أصل 39 صوت. ضيف حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام من برنامج 20 دقيقة مع الرئيس هو الأستاذ جمال مسعودي، رئيس الجامعة الحضرية لمدينة تازة. سي جمال، مرحبا بك. مرحبا. مرحبا سي جمال. بداية نعم الشكر موصول سي جمال. بداية سيد الرئيس، بغيناك تعطينا واحد التعريف بجامعة تازة، الخصائص ديالها والمميزات ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم، ولن نشكركم على هذا الدعوة هذه وعلى هذه الفرصة اللي تحتوا عنا باش نتحدثوا على هذه الجماعة اللي بطبيعة الحال كما كتعرفوا مدينة تازة أو إقليم تازة يعني من المدن العتيقة والمدن اللي عندها تاريخ وحضارة يعني منذ القدم. نعم. واللي الحمد لله كتميز بمجموعة ديال الخصائص. هو إقليم شاسع بطبيعة الحال، وعنده يعني مؤهلات طبيعية سياحية تاريخية يعني مهمة جدا، ولذلك يمكن نصنفه كذلك تازة من يمكن نعتبرها في الحجم الديمغرافي ديالها من المدن اللي يمكن نعتبروها في شبكة المدن الكبرى. وطبعا الحال النسمة ديال مدينة تازة تقارب 150 ألف نسمة فيما يخص الحدود الجماعة. وكذلك طبعا الحال مدينة اللي يمكن نقوله بأن أول بلدية يمكن أعتبره بلدية تازة، لأن المرجع على الأرشيف لقينا بأن هذه عندها تقريبا الآن يمكن نحتفلوا بمئة سنة على هذه البلدية ديال تازة. تأسيس ديال بلدية تازة نعم 1917. نعم تفضل. وإذا بطبيعة الحال احنا من بعد يعني انتخابات الجماعية السابقة ديال 4 شتنبير 2015 في إطار التحالف يعني تم الانتخاب بهذا في شخصي كرئيس لجماعة تازة من حزب العدالة والتنمية بطبيعة الحال، مع حلفاء من الحزب الأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. هذا هو يعني اللي بغينا نقولوا التحالف في البداية. ولكن يمكن نقول بأنه منذ يعني الرئاسة اللي خديتها في هذه المرحلة هذه، يمكن نعتبر أنا شخصيا لا أعتبر بأن ليس هناك أغلبية معارضة، بحكم أن لما يسمى المعارضة الآن خلال هذه السنة كان يعني ساندتني في كل المقررات في كل القرارات في كل الدورات اللي نظمناها، واللي بطبيعة الحال الحمد لله دازت واحد الأجواء ديال النقاش المسؤول، وكان تقريبا يمكن نقول أن كل شيء كان بالإجماع في جميع الدورات إلى حدود هذه الدورة الأخيرة السابقة. ممتاز. سي جمال المسعودي، أنتم أول رئيس في إطار يعني التقسيم الجهوي الجديد. نعم. مدينة تازة كانت محسوبة على جهة تازة الحسيمة، تاونات الحسيمة، الآن أنتم محسوبين على جهة ديال فاس مكناس. فاس مكناس. نعم جميل. سي جمال المسعودي، بغينا نعرفوا أهم الصعوبات اللي واجهتكم بعد ما يزيد عن سنة من التسيير ديال التسيير الجماعي. حقا زعما كما قلت لكم اللي كان بالنسبة للقضية ديال التسيير، الإشكال اللي كان تطرحه هو أنه للأسف أن ذاك التحالف اللي كان تأسس في البداية ما استمرش، وقع فيه واحد يعني بغينا نقول واحد
الشكل ديال الفرج وعن بعض الالتزامات الى غير ذلك. ولذلك داكشي علاش قلت بان المعارضه في هذه المرحله هذه يعني قامت بواحد يعني نقول واحد العمل يعني مسؤول، وهو دعم يعني المجلس، لان كان تخلي ديال التحالف الاعضاء ديال التحالف ديال الاغلبيه. هذا المشكل، هذا المشكل كيعاني منه مجموعه ديال الجماعات. كنلاحظ مثلا مؤخرا كان في الاستوديو معنا ضيف، معنا الرئيس ديال جامعه سيدي سليمان، كذلك كيعاني من هذا المشكل. كيفاش هذه المقاربه هذه ديال ان الناس في الاغلبيه دابا المجلس ولا كيعاني من الناس ديالو ديال الاغلبيه، وكيلقى ربما كيلقى الحلول مع المعارضه. كيفاش يمكن تفسر لنا هذا الامر سي المسعودي؟ هو في الحقيقة يعني ذاك التحالف، لأنه للأسف لما كيكون تحالف مع مجموعات يعني حزبية أو فرقاء يعني ديال الأحزاب الأخرى، النموذج ديال تازا المشكل فين كيوقع هو أن ذاك التكتلات ديال الأحزاب ما كتستمرش، كيوقع انشقاق داخل الأحزاب اللي مفروض يعني المجموعات ديال الفرق اللي خصها اللي التزمت في هذا التحالف. ما وقع هو انه كمثال ان حزب الحركه الشعبيه وقع فيه مشكل داخل الفريق ديالو، وبالتالي وجدنا راسنا بدون اغلبيه نظرا اللي كان هناك بعض المشاكل داخليه بين هذا الفريق. وبالتالي يعني ما بقاش عندنا تحالف، لان كما كتعرفوا ان الاغلبيه خص تكون اغلبيه عدديه باش تدوز الدورات ديالك، باش تصادق على المقررات ديالك الى غير ذلك. فلما ما كتبقاش عندك اغلبيه يعني هنا لابد اشيل يعني بالتلقائيه اللي تعاملت بها معنا المعارضه في هذه المرحله هذه، واللي يعني بكل صريح العباره في اول دوره عبرت على ان هذا المجلس لمسوا فيه يعني الاراده ديال الاصلاح، الاراده بالاشتغال، وبالتالي لم يجدوا بد من دعمه كمعارضه. نعم، اذا هذا اعتراف نعم في اول دوره الى بغينا نقولوا استمروا في هذه العمليه وساندونا بكل يعني تلقائيه وبكل مسؤوليه، وهذا حقق يحسب المعارضه على هذا الموقف هذا. والان الى حدود الساعه، الى حدود اخر دوره ديال هذا الاسبوع اللي داز، يعني كان دائما السند، والحمد لله ان حتى الدورات ديالنا كتمر في واحد الاجواء كما قلت لكم ديال نقاش مسؤول ديال يعني الهم ديال المصلحه العامه. وبالتالي اعتقد ان المعارضه هذا هو يعني التصور ديالها، خص تكون معارضه، تكون معارضه بناء او يعني وتعارض لاجل الصالح العام وتاتي بمقترحات لفائده الصالح العام. نعم، للاسف الشديد الحلفاء اللي تحدثنا معهم في البدايه عرفوا واحد انشقاق داخلي، وبالتالي ما استطاعوش يستمروا معنا. ممتاز. اذا دابا رغم هاد البلوكاج اللي وقع او هاد الشنائن اللي وقع ما بين الاغلبيه، واش هاد الامور ما كتاثرش على تمرير بعض المشاريع؟ ويعني المجلس واش ما كيعرفش نقدروا نقولوا نوع من انواع البلوكاج؟ لا هادشي ما اثرش علينا، لان كما قلت لكم يعني كل الدورات منذ ان تراسنا هذا المجلس كتمر يعني في اجواء عاديه. نعم، اجواء عاديه بتصويت بالاجماع. ممتاز. نقولوا بالاجماع، كانت مع التحفظات المعارضه طبيعي انهم كيتحفظوا على نقطه او جوج، ولكن كيصادقوا بتحفظ على شي ملاحظه او شي، ولكن الحمد لله الى حدود هذه الساعه هذه يعني الامور دازت يعني في جو كما قلت لك مسؤول. ممتاز. سي المسعودي، نبقاو في نفس الاطار ونتحدثوا على الشق المادي والميزانيه. كيفاش كيتعامل المجلس مع تدبير مداخل الجماعه؟ واش هاد المداخل يعني كافيه لتغطيه الحاجيات الى غير ذلك؟ فعلا ايوا، هو باش نكون صريح انه بالنسبه لميزانيه الجماعه، وربما هذا الشيء ربما وطني، ان مجموعه الجماعات كتعاني بطبيعه الحال من ضعف ديال الميزانيه ديالها، اما بسبب قله الموارد، اما حتى في بعض الاحيان سوء التدبير الى غير ذلك. ولذلك حنا من بين الامور يعني الاساسيه اللي طرحناها في البرنامج الانتخابي ديالنا فيما يخص هذا الامر هذا، على الاقل قلنا نطرحوا القضيه ديال الحكامه الجيده
في التدبير ديال الجامعه ديالنا باش فعلا نفعلوا اولا كل ما يتعلق ب يعني بالترشيد فيما يخص المصاريف اللي كانت ربما بشكل يعني عشوائي. كذلك كوننا لجان من اجل الاشتغال على كل ما يتعلق يعني بالتحصيل ديال 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 الموارد ديال الجماعه اللي فعلا يمكن نقول لك بان هذا الاشكال او ما يسمى بالباقي استخلاصه مازال مطروح بشكل يعني كبير وخصنا نعالجوه في اقرب وقت ولو انه كان هناك مجهود. انا كنبقى القضيه متعلقه كذلك بالمؤسسه الاخرى اللي هي المؤسسه الماليه يعني ديال لا بيرسيبسيون والخازن الاقليمي باش يكون هناك تضافر الجهود ديال الجميع من اجل تقويه هذا التحصيل هذا. ولذلك الحمد لله لحد الان الميزانيه غايديه بتوازن ولكن مازال خاص واحد نبغي نقول واحد المجهود اكبر من اجل تحسين الموارد على مستوى مثلا الجبايات اللي كما قلت لك الاشكال ديال باقي استخلاصه مازال مطروح. نعم. ويجب الحث في عده قضايا ديال مجموعه ديال الممتلكات اللي الاخر المرافق كذلك المداخل. وانا نشير للنقطه الاساسيه فيما يخص المرفق ديال سوق الجمله ديال الخضر والفواكه اللي خص واحد الجهد اكبر او المجهود اكبر باش نقويو المداخل ديالو لان كتعرفوا بان يعتبر واحد ركيزة أساسية في المداخل ديال الجماعة. عموما لأن الميزانية في حدود 160 مليون ديال الدرهم ديال الجماعة ولذلك مازال خصنا الشيء الكثير في هذا الأمر هذا. وحنا كنلتجؤوا بطبيعة الحال حتى في تمويل المشاريع لعقد اتفاقيات شراكة باش فعلا نلقاو يعني دعم من مؤسسات أخرى. ممتاز. السي المسعودي ناخذوا فاصل ونعاودوا نكملوا الحوار ديالنا. الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية pgt.ma كيقدم لكم على مدار اليوم والأسبوع من خلال هذا التطبيق المعلوماتي على الهواتف الذكية مجموعة من الأخبار الوطنية والمجالية والدولية والمقالات التحليلية والحوارات والروبورتاجات وتسجيلات الفيديو وغيرها وفق مواد مكتوبة وأخرى مسموعة والسمعية بصرية عبر الإذاعة ديالو والقناة الإلكترونيتين. وكيحاول الموقع الإلكتروني ديالنا دائماً أنه يقدم لكم أحسن الخدمات الإعلامية اللي كتميز بالجودة ديالها أكيد باعتماده على خط تحريري مسؤول فهم المبادرة والمواطنة المهنية والإبداع والانفتاح. تحية والترحاب بكل من التحق بنا اللحظة للتذكير أنتم في الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي 20 دقيقة مع الرئيس. وضيف هذا الأسبوع أو هذه الحلقة هو الأستاذ جمال المسعودي رئيس الجامعة الحضرية لمدينة تازة. سيد رئيس مرحبا بك من جديد. مرحبا. سيد رئيس قبل الفاصل كنا كنتحدثوا على الشق المادي والميزانية وكيف يتم تدبير المداخل ديال الجامعة وهل واش هذه المداخل كافية لتغطية الحاجيات ديال الساكنة من بنى تحتية إلى غير ذلك. بغيناك تقرب المستمع الكريم وبالخصوص ساكنة مدينة تازة وأنا كنفضل تكون لغة ديال الأرقام بالميزانية ديال 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 مدينة تازة فين كتصرف والباقي استخلاصه كيف شرتي ليه قبيل شحال الرقم إلى غير ذلك. واخا اذا فعلا اللي بغي نشير له اولا هو انه لما دخلنا لهاد الجماعه ودخلنا للتدبير ديال هاد الجماعه في منذ الانتخابات كما قلت في الجمعيه الاخيره بطبيعه الحال لقينا هناك مجموعه ديال الديون بذمه الجماعه. هذا ارث ديال المجلس السابق. ارث ديال المجلس السابق. ديون تتعلق نعطيك مثال الماء الصالح للشرب لقينا ما يقرب 19 مليون ديال الدرهم مليار و900 سنتيم. فيما يخص الكهرباء لقينا 10 مليون ديال الدرهم غادي المليار. لقينا كذلك ديون بالنسبه لبعض الممولين اللي كانوا يمولوا للجماعه فيما يخص بعض يعني على مستوى الاشغال البلديه ذاك القطع الغيار بالنسبه للسيارات يعني مجموعه ديال الامور المتعلقه بالمرافق. نعم. كانت ديون كذلك لقينا واحد المجموعه ديال
الديون المتعلقة بالأحكام القضائية اللي كانت ضد الجماعة للأسف الشديد. وهنا بغيت نوقف على هذا الأمر هذا صدر. لأنه وجدنا للأسف الشديد بأن مجموعة ديال يعني ديال القضايا أو الملفات في المحاكم اللي خسرت فيها الجماعة يعني لأسباب يعني تافهة، أن المرافعة أو الدفاع على الجماعة ما كانش في المستوى، وبالتالي هناك أحكام قضائية فيما يخص فتح الطرقات. كاين أحكام نهائية ما قبلش الاستئناف. نهائية بطبيعة الحال، وهذا يعني يتقي الكاهل ديال الجماعة فيما يخص يعني الإبقاء على ميزانية في المستوى. كذلك يمكن نقول لك بأنه الأجور الموظفين الآن يفوق 50% من 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 الميزانية، ما يقرب 800 موظف فهذا واللي كيستهلك واحد يعني القضاء واحد هذاك. فأعتقد بأن هناك مجموعة ديال الإشكالات اللي مطروحة على مستوى هاد، إما كانت ديون، إما مصاري يعني إذا بغينا نقولوا مصاريف اللي خص، وراك تعرف بأن القانون التنظيمي الآن 113 و14 ديال الجماعات الترابية يلزم الجماعات في وضع يعني عند وضع الميزانية أن تأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة واللي في المراحل النهائية ديالها يعني حكميا. أعتقد نعطيك مثال الأوقاف الآن رفعت دعاوى في ملفات اللي يمكن نقول لكم السبعينات الثمانينات واللي الآن رفعت دعاوى مؤخرا، وتم يعني الحكم ضد الجماعة لصالح الأوقاف، لأن مع العلم أن عقدت مجموعة اللقاءات مع نظير الأوقاف وشرحت له بأن تدخل الجماعة كان من أجل تثمين العقار ديال الأوقاف ماشي من أجل الإجهاز عليه. وبالتالي لا يعقل باش تجي أحكام قضائية اللي تغرق الجماعة في الديون. هذه إشكالات اللي عرفتها الجماعة واللي الآن نحاولوا ما أمكن باش نقلصوا من الكاهي ديالها، إضافة ل 40 مليون ديال الدرهم اللي لقيناها ك يعني باقي استخلاصه واللي الان خصنا نحسمو. واش غتبقى دائما هذا الباقي استخلاصه يعني كيبقى يتردد في كل سنه، او نحسمو مع اللي يعني اذا بقينا نقولوا يعني باش نحسمو هذا الملف هذا. ممتاز. السي جمال المسعودي، بغيناك تحدث لنا خصوصا دابا يعني مر على تواجدكم على رئاسه الجامعة الحضرية لمدينة تازة أكثر من سنة، بغينا نتحدثوا عن البرنامج الجماعي والآفاق ديال الجماعة، واش تم المصادقة عليه إلى غير ذلك. نعم، احنا كما قلت لكم في البداية احنا قلنا بأنه يعني دخول يعني العدالة والتنمية كرئاسة في الجامعة وضعنا واحد التحديات أمامنا باش فعلا كما قلنا لابد من تحقيق شي تحولات ملموسة وحقيقية بطبيعة الحال في إطار عمل جماعي تشاركي مع مختلف مكونات المجلس، ولكن كان لابد أن نستحضروا كذلك الوضعية اللي دخلنا عليها كما قلت قبل قليل أن هناك مجموعة ديون إلى غير ذلك. فأعتقد احنا وضعنا برنامج انتخابي اللي تقريبا كيشمل واحد بعض المحاور. كاين المحور ديال الحكامه الجيده في التدبير الجماعي، هذا كمحور اساسي ركزنا عليه في البرنامج الانتخابي ديالنا. كل ما يتعلق بالشان الاقتصادي والاستثمار الى غير ذلك من المحاور الاساسيه واللي مازال ينتظرنا فيها شيء الكثير. قضيه البنيات التحتيه، وهنا لابد ان اشير بانه تازا يمكن نقولوا بانه لمده سنوات وعقود يعني كان هناك اذا بغينا نقولوا تهميش ديال يعني دعم هذا المجال ديال البنية التحتية من أجل التأهيل ديال هذه المدينة. كاين التهيئة الحضرية كذلك لإنجاز القطب الحضري الجديد بالمنطقة وبالجماعة. القضية البيئية كذلك كمحور أساسي. رد الاعتبار، وهذا من الهموم ديالنا يعني إذا بغينا نقول الهاجس الكبير ديالنا، وهو رد الاعتبار للمدينة العتيقة لتازة. لأن كما كتعرفوا تازة معروفة بالمدينة العتيقة ديالها اللي منذ قرون واللي عندها واحد التاريخ واحد الماضي عريق جدا، فلا بد باش يرد الاعتبار إضافة للحل ما هو ثقافي جمعوي رياضي فني سياحي. فهذه كذلك هذا محور من المحاور الأساسية بالنسبة يعني للإنجاز ديال هاد ركزنا في البداية كما قلت لك على
كل ما يتعلق في إطار الحكمة، الموارد البشرية، قطع الموظفين، الإدارة. بالمناسبة طلقنا أول مشروع ربما في تدبير الجامعات على المستوى الوطني، يعني إحنا من الجامعات الأولى اللي ربما غادي نطرقوا في هذا المشروع واللي الآن بدينا بالأشغال ديالو. طال يعني إذا بغينا نقولوا الإذن بالبدء الأشغال، وهو رقمنة الجامعة في مجموعة ديال القطاعات باش فعلا نستطيعوا اننا تكون هناك حكمة جيدة على مستوى التدبير. ركزنا كذلك في البداية على تعزيز سياسة القرب مع المواطن، فتحنا يعني اوراش جديدة فيما يخص هذا المجال هذا على مستوى التواصل، على مستوى الاستقبال المواطن المباشر مع المواطن باش نصنطوا له ونسمعوا الهموم ديالو. اذا هذه كلها داخله فيما يخص تعزيز سياسة القرب وخدمة المواطن. ركزنا كذلك على ما ذكرتم قبل قليل المالية للجامعة باش فعلا نحسنوا من المداخل وندير واحد التوازن باش يكون عندنا واحد الفائض اللي يمكن نديروه في الاستثمار العمومي العام. ركزنا كذلك على واحد المجال للأسف الشديد سنوات وكان إذا بغينا نقولوا في واحد الوضع ديال التوقف شبه التوقف، وهو مجموعة المشاريع فيما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فإذا كان في خلال هذه السنة فعلنا يعني وخرجنا هذه المجموعة ديال المشاريع اللي الوجود هذا على مستوى المحاور الأساسية. فيما يخص البنية التحتية وتأهيل المدينة، طبيعة الحال أعطينا الآن خلال هذه السنة أعطينا دينامية جديدة لمجموعة من المشاريع المهيكلة للمدينة. أنذكر لك من قبل كان يعني جمود المحطة الطرقية، ليكون في علمكم أن تزامن المدن اللي بقي الآن في المغرب ما عندهاش محطة طرقية، وهذا لا يعقل. كما قلت لكم مدينة بلدية منذ 1917 ولحد الآن ما عندهاش محطة طرقية، فالحمد لله بالتنسيق مع المجلس الإقليمي والجامعة فأعطينا دينية جديدة. الآن هناك الورش ديال المحطة الطرقية في البداية ديالو أعطى انطلاقة، الآن الأشغال مستمرة. قضية كذلك تفعيل أعطى دينامية لبناء المركب الثقافي اللي جمد لمدة سنوات، الآن الأشغال منطلقة فيه وإن شاء الله غيكون كذلك واحد المعلمة بالنسبة لمدينة تازة. وهذا دائما لأن كاين مشاريع اللي خاصة بالجامعة وكاين مشاريع اللي في تنسيق يعني قوي مع المجلس الإقليمي وعلى رأسهم المحطة الطرقية والمركب الثقافي. كاين كذلك بناء مجزرة من الجيل الجديد تازة واللي الآن احنا في الشطر الثاني ديالو، وهذا فيه شراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال. كاين كذلك تأهيل البنية التحتية للمدينة في إطار يعني الشطر السادس لتأهيل الطرقات إلى غير ذلك. فكاين كذلك هنا لابد أن نشير أن المشاريع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية درنا فتح الأظرفة، أعطينا يعني مايكرو 12 مشروع اللي الآن غادي يعطى انطلاقة ديالها. فإذا كانت هناك إذا بغينا نقول واحد التسعيد ديال مجموعة المشاريع اللي للأسف الشديد عرفت التعطل وعرفت جمود منذ سنوات الآن تعطى انطلاقة. أهم إنجاز اللي يمكن نقولوه في هذه السنة هذه، وكما كتعرفوا أن أهم وثيقة في التعمير بالنسبة للمدن وبالنسبة للعمران وبالنسبة للتعمير وهو طبيعة الحال تصميم تهيئة. هذه السنة في الصيف الأخير صادقنا على أول يعني تصميم تهيئة في تاريخ مدينة تازة. أول تصميم تهيئة تم خلال هذه السنة واللي طبيعة الحال كما تعرفوا كان بشراكة قوية بين الجامعة وبين الوكالة الحضرية والسلطات الإقليمية. فالحمد لله الآن تازة يعني كتوفر على مش على تصميم تهيئة كوثيقة التعمير اللي عندها دور مهم فيما يخص العمران فيما يخص مجموعة ديال المشاريع. جميل. مجموعة ديال الأمور. نعم شكرا جمال مسعودي. رئيس الجامعة الحضرية لمدينة تازة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا بارك الله فيك. إذن مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنقل لكم تحيات مخرج الحلقة إبراهيم مساعد، هذا محمد بن عبو يحييكم من وراء الميكروفون، إلى اللقاء.